أهلا بكم في جديد تكنولوجيا. فيسبوك تنشئ كابل إنترنت بحري يخدم الشرق الأوسط وإفريقيا بجودة عالية في تدفق الإنترنت. كل هذه التفاصيل بعد الجنجل، فابقوا معنا. لسلامتكم، اقعدوا في ديوركم. تعمل فيسبوك وبالتعاون مع عدة شركات اتصالات مثل MTN وأورانج وفودافون وتشاينا موبيل على تأسيس كابل إنترنت بحري يصل طوله إلى 37,000 كيلومتر. ستعمل عليه شركة ألكاتيل المتخصصة بالشبكات تحت البحر والمملوكة لنوكيا. هناك مليار شخص في الدول العربية وقارة إفريقيا غير متصلين بالإنترنت بعد، وشركة فيسبوك تريد دفعهم للدخول إلى الشبكة عبر إطلاق كابل إنترنت بحري جديد من شأنه تعزيز البنية التحتية للمنطقة ككل. ومن المنتظر أن يربط الكابل ما بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عبر مصر والمملكة العربية السعودية كنقاط ربط أساسية، ويصل إلى 16 دولة إفريقية. ومن المتوقع أن يدخل الكابل البحري أفريكا 2 حيز الخدمة في نهاية عام 2023 أو بداية العام 2024، وسيسمح بسعة اتصالات إضافية تفوق كل السعة المتاحة حاليا لإفريقيا في كافة الكابلات البحرية. وصمم الكابل ليصل بسعته القصوى إلى 180 تيرابايت بالثانية. يذكر أن الشركات التقنية الأمريكية جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وأمازون لديها عدة مشاريع كابلات إنترنت بحرية تربط العالم، بحيث أنها تقريبا نصف سعة الإنترنت عبر الكابلات البحرية تمر من خلال كابلات أسستها تلك الشركات. وتهتم الشركات التقنية الأمريكية بتسهيل وصول الإنترنت لمناطق مختلفة حول العالم لتعزيز عدد مستخدميها، حيث أن جوجل على سبيل المثال ساهمت في تمويل وتطوير 14 كابل إنترنت بحري لوحدها، فضلاً عن المشاريع المختلفة مثل الإنترنت عبر المناطيد والطائرات بدون طيار. على الرغم من أن الشركات التقنية الأمريكية هي اللاعب الأبرز، لكن هناك أيضاً مساهمات من شركة هواوي، حيث لديها كابل يربط البرازيل مع الكاميرون، وبدأت قبل عامين كابلاً يربط أوروبا وآسيا وإفريقيا. ولقي مشروع شركة فيسبوك بالتعاون مع عدة شركات اتصالات مثل MTN وأورانج وفودافون وشاينا موبيل الكثير من الاستحسان، خصوصا وأنها ستؤسس كابل إنترنت بحري يصل طوله إلى 37,000 كيلومتر، وهو مهم جدا حيث ستعمل عليه شركة ألكاتيل المتخصصة في الكابلات البحرية والمملوكة لشركة نوكيا، وقالت أنها فخورة بإنجاز هذا المشروع.